ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالاحسان الى الجار وليس ضربه او بطحه يا اخت كوريا. دروسيه مولانا مش حوار يعني. فيها ايه؟ وان الاحسان الى الجار ليس بالتعرض لفتاه في ليله بهيجه امام من يسوى ومن لا يسوى يا اخ سلومه. انا ما تعرضتلهاش يا مولانا. انا فيش بيني وبينها حاجه غير حوار البيت والفلوس اللي ام تلاقي لها الا الله عارفاه. انا ما قلت لها هي وما قبل ما تتسجن يا بنت الناس ادفع حصتك في تنكيس ام البيت اللي هيقع على دماغك ام اللي خلفه امنا ولا حياه لمن تنادي وفي الاخر هي تصرف على المحل. انت بتتكلم معاها ليه بقى يا عم الامور؟ انت بصفتك ايه؟ هي مش مخطوبه لشحت قدامك؟ ما تيجي تتكلم معايا ولا انت ما بتتكشفش على رجاله؟ وبعدين لا تغضب لا تغضب يا اخي سلومه. انت شايفه يا معلم بيقول ايه؟ ما هو ابراهيم كبدكي عنده حق برضه. ما انا لو ليا خطيبه وماشيه في الشارع وجه واحد طور بغل اتعرض لها لا والله العظيم ده انا اكون واكلها بسناني. ده همت بس شبان اليومين دول هم اللي خرعيني يا اخويا زي الواد ابني ده ما وراهوش غير الرقص والطبلت والنار. عيال مراقيع يعني. هما شرحوا لك وعلقوا لك على باب المحل يا موسوكا عشان ابقى جدع؟ ايوه المفروض. طب يلا يلا يا 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 جماعه يا جماعه اهدوا اهدوا يا موسوكا كوني محضر خير. فليأكل خيرا او ليصمت. فليأكل خيرا او ليه ليصمت. يا عم الشيخ يا عم الشيخ ده انا وليا غلبانه ومن كسرى وعايشه لوحدي مع خالتي اللي عندها لطف عقبال اللي يستاهلوا ولسه خارجه يعني من زنقه وبحاول اقف على رجلي. اعمل ايه يعني؟ اضرب الارض طلع 10000 جنيه ولا يعني اسيب لكم شعري واحط احمر واخضر واشتغل رقاصه؟ اشتغل رقاصه يا عم الشيخ؟ اعوذ بالله يا اخت كوريا. اهزي يعني يا مولانا؟ اعوذ بالله يا كوريا. اعوذ بالله يا اخت كوريا. اعوذ بالله اعوذ بالله. ومن يرضى لاختي من يرضى لشريفه من شرفاء المنطقه؟ قم يا اخ سلومه قم ولا تتكبر على الله وحب فوق راس جارتك كوريا. احب على راسها ايه يا عم الشيخ؟ انت عايز تتعلم عليا؟ انا راجل قصار مال وهدومي وفي الاخر احب على راسها ده يكسر راسها واللي شددوه لك كمان. ايه ده؟ هذا حكمي هذا حكم الذي يشبه القضاء في آلي ولا رد فيه. اما تنفذ واما قسما برافع السماوات بلا عمل هنشك خطبه جمعه لا تجد كلبا يشتري منك لحم اللحم الحمير الذبيح. جرى ايه يا جزار البهايم انت؟ انت مش عاوز تكبر للراجل المحترم اللي الدنيا كلها بتكبر له ولا انت عاوز الشيطان يغلوش على دماغك زي ما غلوش على دماغ مراتك البت نوال اللي تنشك بزورها؟ وكتاب الله لو ما كنت تكون تحب على دماغ البت الغلبانه اللي قاعده ده ايه لكون مشرد لك في الحته كلها يا سلومه. ايه رايك بقى؟ احب راسها. فين راسها؟ بصها من بعيد ما تلمسهاش. الحمد لله على السلامة يا روحي. الله يسلمك يا حبيبي. شفتي بقى طول ما انت معايا هتكسب ازاي؟ ما انا معاك اهو وسبت كل حاجة عشان خاطرك انت. بس مروان اوعى في يوم من الايام تخليني اندم على اللي انا عملته ده. تندمي؟ تندمي ايه يا خيلعينة بنتي؟ انت مع مروان دايما كسبان. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك يا كوريا؟ انا جايب البضاعة بنفسي. ربنا يخليك يا باشا. تسلم تسلم يا باشا تسلم. ايوه تمام يا باشا. بقول لك يا باشا ما تنزل لنا في الفلوس بقى شويه والنبي. وانت بتدفعي يا كوريا ليه كده يا باشا؟ انت نسيت الاتفاق اللي بينا ولا ايه؟ ده انت اجدع حاجه فيك موضوع الشوكوك ده. وبعدين يا باشا ده انا عامله لك صيت في الحاره رهيب. ده كل النسوان الحاره عارفينك. ده انا معلقه صورتك هنا في المحل حتى بص اهي مفيش ولايه بتخش هنا وما بقولهاش ده صاحب الكريمات. خلاص يا كوريا بيعي ونتحاسب بعدين. ماشي ماشي ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. اه اه ايه ده يا بت؟
الصابون دخل في عيني هتعميني؟ معلش يا مدام ما كانش قصدي. مدام ايه ومش مدام ايه؟ مش تفتحي معلش. اوعى بنت شيماء انت هتطفشي لنا الزباين واحنا لسه بنقول يا هادي. معلش يا اختي اصل لسه جديد انا اغسله لك بنفسي. اوعى بنت. ايه يا اختي ده انت بتحط على شعرك غيره وانت بتسرحي؟ بقاله كام سنه ما اتغسلش ده؟ بالراحه يا كوريا على شعري هيتقطع في ايدك. يوه ملبك اعمل ايه طيب؟ اه بتصرخي ليه دلوقت وانا جيت ناحيه عينك؟ بقول مشبك في بعضه زي سلكه المواعيد. معلش اهو سلك اهو خلاص سلك. تعالي بقى بتشيم وكملي بس ما تجيش بقى ناحيه عينيه عايزاها تخرج من هنا نظرها 6/6. ها حاضر يا اسطى. يلا بصي بقى اختي ان شعرك شكله مهرم المكوى لو كوناه هيشيط هيشطط كده وطرفه هتقف وتبقى عامله زي اللي حاطه صباعها في الكوبس الكهربي. اعمله لك بلا بابا انا عايزه اروح خرجني من هنا انا مش عايزه اقعد في المستشفى انا مش عيانه. حاضر حاضر هنسال الدكتور دلوقتي اذا كان ممكن تروحي ولا لا. انا شايفه انها تفضل هنا شويه احسن او تروحي اي مكان تغيري فيه جو وتغيري مودك. البيت لا لو رحتي البيت هيجرى لك حاجه يا هايدي. ازيك يا هايدي؟ وصلت لمروان؟ عرفت منه حاجه؟ مروان مروان هرب. هرب هو ونجوان. ايه؟ وحاول $50 مليون فلوس الكارد اللي اخده من البنك باسم هايدي ضمان شركتها ووصولها وممتلكاتها وحولهم على حساب بره مصر. انت بتقول ايه؟ انت عرفت الكلام ده من ايه؟ عرفت الكلام ده من البنك ومن المطار. البنك بدا ياخد اجراءات علشان يتحفظ على ممتلكات مروان وهايدي. انا جيت عشان اطمن عليكي بس للاسف لازم امشي بسرعه عشان اتابع بقيه الاجراءات. خلي بالكم منها. خرجني من هنا خرجني من هنا انا مش هقعد هنا ولا لحظه. خرجني بقول لك من هنا عايز اهرب من هنا. حاضر حاضر يا روحي. ما تنزحي يا اختي وانت عماله تترقصي لنا كده. لا تنزحي من الدنيا انت والعجل بتاعك يا بعيد يا تكون قرف. جاتك انت 60 قرف يا مسمى بري منك يا مسترجله يا رد السجون. مش كفايه خالتك المجنونه اللي عماله تنوح لنا ليل ونهار وانت حبسها وسايباها عشان تشتري كروم؟ الله خلاص هتموتي يا علمة. ايه ده يا بنت المجنونه؟ لمي لسانك الزفر ده بدل ما اقطعهولك. مالك عاوز امسح السلم من الوساخ ليكي شوفه حاجه؟ جاتك القرف يا عيله كلها مجانين. الواحد يتعامل معاكوا ليه؟ عيله خلل. بعدين يا نادر هتفضل قاعد كده؟ يا حبيبي انت المفروض تحمد ربنا انه خلصك منها. يا نادر دي في الاول وفي الاخر بنت شغاله انت كتير عليها قوي. انت استاذ في الجامعه ومحامي دولي وانت عارف انه في الاخر اصلها الوطي هو اللي هيغلب. مهما تنظف فيها مش هتعرف تغير اصلها. يا نادر يا حبيبي لازم تقوم تشوف شغلك وحياتك. تليفونك بقاله ساعة بيرن أكيد في حاجة مهمة. طب خلاص لو أنت مش عايز تشتغل تعال نسافر. أنا هقوم أحضر لك شنطتك وتعال نروح نقضي أسبوع في الساحل الشمالي نغير جو نقعد على البحر ونشم هوا وأنت كمان ترتاح. يا حبيبي المحشي استوى احدف لي أسبوع في الهوا. يا حبيبي المحشي جميل احدف لي اصبع في النيل. يا حبيبي المحشي كتير احدف لي اصبع وانا اطير. وانا اطير وانا اطير وانا اطير وانا اطير. قفشتك يا حرامي. يا لهوي حرام عليك يا خالتي قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرامي ايه يا خالتي بس حرام عليكي. ده انا كوريا كوريا بنت اختك العمشه بدريه. احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي اختك العمشه بدريه انا بنتها. انت بنت انت
لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضية حسين الصياد؟ وملخص الأوراق بتاع الشركة المتحدة؟ هو مفيش إحساس بالوقت خالص؟ يا دكتور أنا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي أنا امبارح؟ طب اعمل لي ورقة باللي خلص واللي ما خلص؟ في حاجة اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتيلي البيل اللي بره ده. هاني. تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا. مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدكي وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه؟ اسمها موبايلات يا هبلة، ويعني لا مؤاخذة صورة بالمايو، ده صورة محترمة، وانت مهزقة أدخن شنب في المنطقة. إيه انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلون صناعة قسم زغرفة يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنة في سنة تالتة مش عارف تعديها، بتاع عايزينها تبقى خطر. هو يعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ أنا عارفة بقى. يا هيما ما انا قلت لك 100 مره نشوف لك اي واسطه نغمزها بكوين يديك حته ارض استصلاح في ايوها صحراء ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا هيما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وضهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلا يا لهوي. في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوف لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكة تأمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخن ولا تسيبني ولا تجرحني، اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ هايدي تعالي يا مجنونة، تعالي بس تعالي. ايه ده تعالي تجننتي. يب يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام، يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي. ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جيركن كده، وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي مية زمزم يا بنتي؟ على قولك والنبي يا خالتي. حلاوة. لو تصدق زلزال لو تصدق صوت الكرهرة يا نهار.
ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلامه عليك يا هايدي، الف الف سلامه عليك. ما تقلقيش من اي حاجه وما تحمليش هم حاجه طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجه تشربها. ما تعمليش حاجه، انا مش عايزه حاجه من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزه منها حاجه. والله انا ماليه ذنبي يا بنتي. طب والله العظيم، والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزه اعرف انا حاجه من اصله. انا بلعن البطن اللي خلفت واحده بتعض الايد اللي اتمدت لها. انا مش قادره اسمع صوتها، مش قادره اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف بص انصاف، خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حناديلها. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله وانت صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد، زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سكا، مش لاقيه خانتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه لسه شايفها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد ناس اتجرت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت عليها المطيه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاك. يا ولاد الحرام، ست كبيرة زيها لابسة جلابية سودة وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا. اللي لاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة والأجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال، ست زيها بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، ده احنا لبسنا الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده ايه ده بس اللي حط على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها. يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف. الله يا هيما معلش، هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما تقلقش، قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا. يوه وده وعده يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. هقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانة يا خالتي اني بحجزك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيها وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفة تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا ظبطي خلاص اهدى كوريا، اهدي ما تقلقيش، مش عايزك تقلقي. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي لاقيها نبرديه. هتحط لنا التليفون على الاوتوبيس. اللي سمعته ده يا كوريا معقوله؟ الست الكبيره تضيع منك كده؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتي كان امك اتهمليها كده يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خيه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه، وفين اللي مكفين؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها، ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. ربنا يديمك جنه كوريا. مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معية الله، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أكل عيش إيه ومحل إيه اللي أفتحه بس؟ يا جدعان دي في رقبتي. ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجة بيزعل عليه. أنت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله،
ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت، لما تعطري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب، لحسن والله قلبي بيتقطع عليها. مش هبت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف خلاص خدي يا حبيبتي، خلاص صلي على النبي، خلاص صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه اليوم او اليومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاق التسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك ها، وجمدي ماشي انت قدها ها. ماشي باي باي يا بابا. باي يا روحي باي باي. خليكي جدعه بقى ها. ماشي. اوكي ماشي كلميني. حاضر يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنتوري موقفها ايه؟ تمام انا اسف يا مدام، في قرار هناك بالسفر. ازيك يا هيبة وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا، اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص سلومة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت سيكوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك. أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مش شرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي؟ لا إله إلا الله، ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه اللي فيها ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان، ضعيفة هيما ضعيفة. يا اهل المنطقة الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنة الحجة سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافأة مجزية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكرين عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا، سلام عليكم. اقول لك يا اخت كوريا، وامر عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف الوقت غير مناسب،
أنا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك إن شاء الله. ماله إبراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير إن شاء الله، لا تقلقي. أنا بقول نأجل هذا الكلام من الأفضل. أنا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. أن تطلبي من الأخ إبراهيم أن يحضر إلى المسجد من وقت إلى آخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. أنت فكرك دخلة الجامع دي سهلة ولا أي حد يخشها؟ دي عاوزة قلب، واحنا بنتشعلق في رحمة ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا انت بس. صدور قرار المنع من السفر بالسرعة دي معناه ان بكرة الصبح هيطلع قرار الضبط والإحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمة ولا كلمة من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكرة الصبح المفروض انك تكوني محبوسة. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي واحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما؟ نو واي يا طارق، انت قربها يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هما اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا حوديك جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا كده. ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب بيه شرف عظيم لينا ان انت حضرتك تشرفنا. شرف لينا يا هانم. هايدي بنتي هترتاحي معاها قوي دوري هانم. اتفضل. ايه ده يا بابي؟ ده عيد ميلاد. عيد ميلاد مين؟ عيد ميلاد امها. اهلا وسهلا، اتفضلي. دي اوضتك يا هايدي هانم. لو احتجتي لأي حاجة بس كلمي دورية هاني، انت بعتلك الشغالة طلباتي كلها يا حبيبتي موجعة. وبعدين عايزك تبقى مطمنة، أنا همر عليكي من حين لآخر وأطمن عليك. أوكي؟ ليكي حلوة بقى كده. بس ما تفتحيش لأي حد علشان ما حدش يزعجك. عايزة حاجة مني يا روحي؟ نروحوا باص لبعض. يلا بقى عشان تطفي الشمع لأمك.